أيتها الأخوات الفاضلات، المرأة في الإسلام مكرمة أعظم التكريم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم، ولا أهانهن إلا لئيم، يغلبن كل كريم ويغلبهن لئيم. وفي للحديث زيادة: وأنا أحب أن أكون كريماً مغلوباً من أن أكون لئيماً غالباً. طيب، ما هو أعلى شيء في الإسلام؟ الجهاد في الإسلام ذروة الإسلام، ذروة سنام الإسلام الجهاد. يقول عليه الصلاة والسلام: اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. لذلك علة وجودنا على وجه الأرض أن نعبد الله. الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة في أدق تعاريفها طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. هذا كلام دقيق. علة وجودنا أن نعبد الله. لذلك مرة أخت كريمة اتصلت فيه في دمشق تشكو لي مشكلة تعاني منها مع زوجها. قلت هذه الكلمة وهي والله تمشي في دمي: المرأة المؤمنة الطاهرة إذا عرفت ربها هي أكبر من أكبر مشكلة، هي أكبر. أما إذا ما عرفت ربها هي أصغر من أصغر مشكلة. لذلك مثلاً، يعني معقول النبي عليه الصلاة والسلام يخطب امرأة فتعتذر؟ لماذا رشحت؟ لأن تكون السيدة الأولى في المجتمع، الأولى، فاعتذرت. فلما سألها قالت: يا رسول الله، لي 5 أولاد، أخاف إن قمت بحقك أن أقصر بحقهم، وأخاف إن قمت بحقهم أن أقصر بحقك. فأكبرها النبي أيما إكبار. هكذا ربى النبي الصحابيات. ورد في بعض في كتاب البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني، معقول؟ تريد أن تدخل الجنة قبلي. قلت: من هذه يا جبريل؟ من هي؟ قال: هي امرأة مات زوجها وترك لها أولاداً فأبت الزواج من أجلهم، ربت أولادها. يعني أعظم مهمة أنيطت بالمرأة تربية الأولاد، شهاداتها أولادها. إذا دفعت إلى المجتمع أولاداً صالحين صادقين أمناء أعفة يخدمون أمتهم فكل أعمالهم في صحيفتها. والدليل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل أعمال ذريتهم إلى يوم القيامة في صحيفة الأم التي ربت ولدها. لذلك من جاءته بنت فأحسن تربيتها فأنا كفيله في الجنة. يعني أي بيت في بنت ربيت تربية عالية فالأم والأب إلى الجنة. لذلك أنا أقول هناك عبادة عامة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة كما قلت قبل قليل طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية، أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية. في بها التعريف جانب معرفي، يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم.
معنى مسلم هنا على كل شخص مسلم، عند علماء الأصول المسلم هنا على كل شخص مسلم ذكراً كان أو أنثى. لذلك المرأة المؤمنة الصادقة حينما تطلب العلم تطلبه أداءً لفريضة فرضها الله عليها، والآن العلم مبذول الحمد لله. لذلك المرأة التي إذا علمنا فتاةً ماذا فعلنا؟ علمنا أسرةً. أما إذا علمنا شاباً علمنا واحداً، إذا علمنا شاباً علمنا واحداً، أما إذا علمنا فتاةً علمنا أسرةً. أيتها الأخوات الفضليات، أنت من؟ أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال، غير الصلوات الخمس والصيام والحج والزكاة، هذه عبادة شعائرية على جميع المسلمين من دون استثناء. أما العبادة التعاملية هناك عبادة الهوية، أنت مين؟ أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال. أنت قوي؟ صاحب منصب رفيع؟ العبادة الأولى إحقاق الحق وإبطال الباطل. القوي بجرة قلم يحق حقاً ويبطل باطلاً، ويقر معروفاً ويزيل منكراً، ويقرب مخلصاً ناصحاً ويبعد فاجراً منافقاً. أنت غني؟ العبادة الأولى إنفاق المال. أنت قوي؟ العبادة الأولى إحقاق الحق وإبطال الباطل. سيدنا عمر جاءه بدوي من فزارة، هو قدم إليه ملك الغساسنة، قدم إليه ملك الغساسنة جبل ابن الأيهم ملك، وأسلم، وفي أثناء طوافه حول الكعبة داس بدوي من فزارة طرف ردائه، فانخلع رداؤه عن كتفه، فالتفت هذا الملك نحو جبل وضربه ضربة هشمت أنفه. هذا بدوي من عامة الناس، بالتعبير المعاصر من سوقتهم من دهمائهم، اشتكى إلى عمر. سيدنا عمر استدعى جبل، وقف الملك أمامه، وقف جبل، وقف هذا الأعرابي البدوي من فزارة إلى جانب الملك. في عندنا شاعر بالشام صاغ الحوار شعراً، قال سيدنا عمر لجبل: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى أدركت حقي بيدي. فقال له عمر: أرضي الفتى لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه أو يهشمن الآن أنفك وتنال ما فعلته كفك. قال: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ فقال عمر: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. فقال جبل: كان وهما ما جرى في خلدي أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. فقال: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. فأنت قوي، عبادتك الأولى إحقاق الحق، هي تمهيد لكل. أنت غني، عبادتك الأولى إنفاق المال. أنت عالم، عبادتك الأولى تعليم العلم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله. الآن محط الشاهد، أنت امرأة، عبادتك الأولى رعاية الزوج والأولاد، أيما امرأة قعدت على بيت أولادها فهي معي في الجنة، معي في الجنة. اعلمي أيتها المرأة، وأعلمي من دونك من النساء
أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. فنظام الإسلام أساسه الأسرة، والمربية الأولى في الأسرة هي الزوجة، لأنه قالت يا رسول الله هذه التي سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، هذه التي رآها عمر وهو يركب دابته فنزل عن دابته وتأدب أمامها، فلما سأله بعضهم ما هذا؟ قال لقد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، أفلا أصغي إليها؟ قالت يا رسول الله إن زوجي تزوجني وأنا شابة ذات أهل ومال وجمال، فلما كبرت سني ونثر بطني وتفرق أهلي وذهب مالي، قال أنت علي كظهر أمي ولي منه أولاد، دققوا أهلي، إن ضممتهم إليه ضاعوا أنا أربيهم، وإن ضممتهم إلي جاعوا هو ينفق عليهم، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إلي جاعوا. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أنزل الله عليه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. إذاً المرأة عبادتها الأولى تربية الأولاد، يعني هي شهادة كبرى، وكل ولد شهادة، وكل ولد دكتوراه. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أول من يمسك بحلق الجنة أنا، فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولاداً فأبت الزواج من أجلهم. إذاً العبادة الأولى رعاية الزوج والأولاد، والمرأة مساوية للرجل تماماً وتفصيلاً في التكليف والتشريف والمسؤولية. لذلك إن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصادقين والصادقات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات إلى آخر الآية، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منهم من ذكر أو أنثى بعضهم من بعض بعضهم من بعض. أيتها الأخوات الكريمات، الله عز وجل يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض من آياته الدالة على عظمته، والكون كله سماوات وأرض، السماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون. ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر. الآن دققنا، ومن آياته الدالة على عظمته، كما أن الكون من آياته، وكما أن الشمس والقمر من آياته، وكما أن الليل والنهار من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالمودة والرحمة بين الزوجين من خلق الله عز وجل. وأنا أدعو أخواتي الفضليات أن أي بيت فيه بعض التشويش، فيه بعض المشاحنة، بعض الإعراض، هي حالة مرضية ينبغي أن تعالج. وما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما، أبدا. ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما، يعني أنا حينما أكون مستقيمة على أمر الله، وحينما يكون الزوج مستقيما على أمر الله، فالود مستمر ومتنامي. يعني هناك من يتوهم أن هذا الود بين الزوجين لفترة بسيطة، يعني أنا بذكر هي حالة غير صحيحة، أنه بالخطبة في مكالمة بين خطيبين 13 ساعة، بعد بسنتين ما في ينطق كلمة بالبيت، سكت. شو صار؟ هي حالة مرضية هي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله الذي رزقني حب عائشة. من علامات إيمان المؤمن ومن علامات إيمان المؤمنة أنه يحب زوجته
وزوجته تحبه، وجعل بينكم مودة ورحمة. طيب ما المودة وما الرحمة؟ الحقيقة بالقرآن ما في ترادفات، الاختلاف في المبنى دليل اختلاف في المعنى. العلماء قالوا المودة تعبير مادي عن الحب، حينما تكون الزوجة ملء سمع زوجها وبصره ومحققة لطموحه، وحينما يكون الزوج ملء سمع زوجته وبصره ومحققة لطموحه ينشأ بينهما الحب، يعبر عنه بالابتسامة. كان إذا دخل بيته بساماً ضحك، كان يقول أكرموا النساء فوالله ما أكرمهن إلا كريم. كانت إذا دخلت عليه فاطمة وقف لها، حينما جاءته فاطمة ضمها وشمها وقال ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. يعني النبي علمنا دروس لا تنتهي، فلذلك المودة هو التعبير المادي، الابتسامة، الهدية، الاعتذار عن حب. لكن لا سمح الله ولا قدر، لا سمح الله ولا قدر، لا سمح الله ولا قدر، المرأة أصيبت بمرض والمرض موجود، ما الذي يحل محل المودة؟ الرحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هذا من خلق الله. فنحن أنا يعني بسمع كثير بدمشق مئات عقود القرآن الذي أجرى العقد يقول على كتاب الله وسنة رسوله، يا ترى الزوجان هل عرفا كتاب الله وسنة رسوله؟ في بماليزيا تجربة رائعة جداً، حينما ارتفعت نسب الطلاق في ماليزيا، يعني المسؤولون في ماليزيا أنشأوا مدرسة لا يعقد عقد قران بين خطيبين إلا إذا نجحا في هذه المدرسة، ستة أشهر يتعلمنا النساء في المدرسة حقوق الزوج، واجبات الزوجة، مسؤولية الزوج، الآداب، تربية الأولاد، هو يتعلم حقوق الزوجة، واجبات الزوج، مسؤولية الزوج. يعني العلم أساس، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك. لذلك البيت يجب أن يبنى على العلم. المرأة حينما تعرف واجباتها، والزوج حينما يعرف واجباته، هذا الركب سار في بر الأمان وحقق الهدف. فلذلك ما في مشكلة إلا سبب الجهل، والدليل أن الإنسان مفطور على حب وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب سلامة وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. من أين يأتي الشقاء؟ من الجهل. لذلك إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معاً فعليك بالعلم، والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئاً. أيتها الأخوات الفاضلات، أحد أكبر أسباب الشقاق الزوجي، أنا لا أتكلم من فراغ، أنا أتكلم من واقع مر يعيشه المسلمون، في خصومات، في شحناء، في بغضاء، حتى في آية من أروع الآيات قبل أن أتلوها على مسامعكم، هذه الآية تنطبق على الزوجين وعلى الشريكين وعلى الصديقين وعلى الأخوين وعلى الجارين وعلى الزميلين وعلى الأسرتين وعلى العائلتين وعلى القبيلتين وعلى العشيرتين وعلى الشعبين وعلى الأمتين وعلى الحضارتين. في غير هيك بقى الآية، فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. لذلك ما تواد اثنان في الله ففرق بينهما إلا بذنب أصابه أحدهما. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني الزوجة حينما تتقدم إلى زوجها إلى نصف الطريق، وهو إذا تقدم إليها إلى نصف الطريق، كانا مأجورين معاً على أنهما توافقا. ومن الذي يقطف هذه الثمار؟ الأولاد. فلذلك الله عز وجل قال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أرأيتم آية أوضح من هذه الآية؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. هي درجة القيادة، كيف عندنا طيار ومعاونه، في ربان سفينة ومعاونه، الطيار ومعاونه بينهما مسافة قليلة جدا، لكن بالأزمات القرار لواحد. هذه درجة القيادة. لذلك أيتها الأخوات، المرأة حينما تتعرف إلى ربها وتتعرف إلى واجباتها تعبد ربها فيما أقامها. البطولة أن تعبد المرأة ربها فيما أقامها، أقامها زوجي. هناك إنسانة تقصر في حق أولادها، فلذلك تدفع الثمن باهظاً. يعني أنا الآن أقول لكم كلمة من القلب: لم يبقى في أيدي المسلمين حقيقة من ورقة رابحة إلا أولادنا. وأنا أقول: لو بلغت أعلى منصب وارتقيت إلى أعلى رتبة وجمعت أكبر ثروة ولم يكن الابن كما نتمنى فنحن أشقى الناس. قال تعالى: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فأنا أتمنى صلاح البيوت. يعني القاضي شريح، هذا قاضي، لقيه صديقه الفضيل، قال: يا شريح، كيف حالك في بيتك؟ قال: والله منذ 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي. من 20 سنة. والله أيتها الأخوات، أنا أحد أصدقائي توفيت والدته، عمرها 80 عام، والدته 90. حضرت التعزية، بكى الأب بكاء غير طبيعي. مو معقول، شو ميتة بال 17؟ ب 80 ميتة. فلما انتهت التعزية حاولت أن أخفف عنه، قال لي: والله يا بني، كبير بالسن هو، 90 سنة عمره، قال لي: والله يا بني، عشت معه 55 سنة ما نمت يوم زعلان منه ولا يوم. هكذا كانت بيوتات المسلمين، مودة ومحبة ورحمة. فالآية التي تنطبق على كل الحالات: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلذلك قال له: والله مضى علي 20 عاما لم أجد ما يعكر صفائي. قال: كيف ذلك يا شريح؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحا وكمالا، يقصد صلاحا في دينها وكمالاً في خلقها. صلاحاً في دينها وكمال في خلقها. ما في أروع من امرأة فقيها، ما في أروع من امرأة تعرف ربها وتعرف واجبها تجاه ربها وتجاه زوجها وأولادها. يعني في مرة زوج نصح زوجته، قال لها: إن في خلقي سوءاً. قالت له: إن أسوأ خلقاً منك من حاجك لسوء الخلق. إن أسوأ خلقا منك من حاجك لسوء الخلق. قال: والله مضى علي 20 عاما لم أجد ما يعكر صفائي. قال: وكيف ذلك يا شريح؟ قال: خطبت امرأة من أسرة صالحة، فلما كان يوم الزفاف وجدت صلاحا وكمالا، يقصد صلاحا في دينها وكمالا في خلقها. فصليت ركعتين شكراً على نعمة الزوجة الصالحة، فلما سلمت من صلاتي وجدت زوجتي تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي وتشكر شكري مثله. فلما خلى البيت من الأهل والأحباب دنوت منها،
قالت لي على رسلك يا أبا أمية انتظر، وقامت فخطبت، خطيبة طلعت. قالت أما بعد فيا أبا أمية إنني امرأة غريبة لا أعرف ما تحب ولا ما تكره، فقل لي ما تحب حتى آتيه وما تكره حتى أجتنبه. ويا أبا أمية لقد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك، وكان لي من رجال قومي من هو كفء لي، ولكن كنت لك زوجة على كتاب الله وسنة رسوله ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فاتق الله في وامتثل قوله تعالى إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قعدت، ألقت أمامه خطبة وقعدت. هو مو ناوي يخطب بهالوقت؟ قال فألجأتني إلى أن أخطب، اضطر يخطب. قال وقفت وقلت أما بعد فقد قلت كلاما إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك زخرا وأجرا، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، وما وجدت من حسنة فانشريها وما وجدت من سيئة فاستريها. يقول عليه الصلاة والسلام إني أكره المرأة تخرج من بيتها تشتكي على زوجها. المؤمنة ستيرة والفاسقة فضاحة. المؤمنة تبقي أي خلاف بينها وبين زوجها فقط، أما غير المؤمنة فضاحة. لذلك لما الله عز وجل أعطى حلولاً للناشزات واللاتي تخافن نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. لماذا في المضاجع؟ لو هجر إلى غرفة ثانية الأمر كشف أمام الأولاد. الهجر بغرفة النوم فقط من أجل أن يبقى هذا بين الزوجين فقط، والخطأ أكبر خطأ أن يصل الخلاف إلى الأولاد، لأن صحة الأولاد النفسية أساسها الوفاق بين الأبوين. لذلك حينما والله قبل فترة لي أخ من أخواننا بالمسجد قال لي أنا عم بتناقش مع زوجتي، ارتفع صوتي، رفع الصوت، قام بكي الصغير، بكي ما تحمل. يعني الابن الصغير سعادته الوفاق بين الزوجين. أنا أقول لأخواتنا الكريمات لما الإنسان يكون عنده أولاد يضع حظوظه من الزواج تحت قدمه من أجل أولاده. فلذلك المرأة التي تعتني بأولادها لها عند الله مكانة كبيرة. إن الملائكة في السماء والحيتان في البحار تصلي على معلم الناس الخير. والابن أغلى شيء بحياة أمه وأبوه. أنا أقول دائماً الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أولادك من لهم غيرك؟ يعني أنا بتمنى كيف الإنسان في عنا جهاد، والجهاد ذروة سنام الإسلام، في عنا دعوة إلى الله، في عنا إلقاء كلمات، عقد مؤتمرات، سفر، والمرأة يمكن أن تصل إلى أعلى درجة في الجنة من بيتها، من رعاية زوجها. كلما ازداد هذا الفقه في حياتنا، كلما أصبحت الأسر متماسكة، أسر سعيدة، بيوتات المسلمين ليست سعيدة وليست مستقرة بسبب التقصير في أداء العبادات. يعني الله عز وجل قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، بيت تقام فيه الصلوات، هذه الصلاة تشيع في البيت المودة والمحبة والسكينة. يعني نحن في عنا بالفقه حكم لطيف جداً، أنه من عامل الناس في بعض الأحاديث، من عامل الناس فحدثهم، من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. في عندنا بحث اسمه العدالة والضبط. الضبط صفة عقلية والعدالة صفة نفسية، فالمؤمن يتمتع بالضبط والعدالة. فمن عامل الناس فلم يظلمهم
وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، فهو ممن كملت مروءته، وظهرت عدالته، ووجبت أخوته، وحرمت غيبته. الآن الفقهاء عددوا 33 حالة لا تسقط العدالة لكنها تجرحها. أيام إبريء يكسر، يحطم بمطرقة، أيام يشعر. في عنا حالة اسمها جرح العدالة، من علا صياحه في البيت جرحت عدالته، من علا صياحه في البيت جرحت عدالته. وفي موضوعات ثانية قد لا يعني الأخوات الكريمات لكن نذكرها، من أطلق لفرسه العنان جرحت عدالته. السرعة بالسيارة يعني السرعة الزائدة تجرح العدالة، تخدشها. الآن من تنزه في الطرقات، في طرقات فيها تفلت فرضاً، من تنزه في الطرقات جرحت عدالته، من أكل لقمة من حرام جرحت عدالته، من طفف بتمرة جرحت عدالته، من قاد برزوناً ليخيف الصغار جرحت عدالته، من أكل في الطريق جرحت عدالته، من مشى حافياً جرحت عدالته، إلى آخره. في عندنا 33 حالة تجرح العدالة، لكن أنا ذكرت الحالات من أجل حالة واحدة، من علا صياحه في البيت جرحت عدالته. فلذلك لما قالت له قال أما بعد فقد قلت كلاماً إن تصدقي فيه وتثبتي عليه يكن لك ذخراً وأجراً، وإن تدعيه يكن حجة عليك. أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا، أعطاها قائمتين. الآن وما وجدت من حسنة فانشريها، وما وجدت من سيئة فاستريها. فالمرأة المؤمنة ستيرة ليست فضاحة. نعم. قالت كيف نزور أهلي وأهلك؟ في جلسة مفاوضات أول الزواج. قال نزورهم غباً مع انقطاع بين الحين والحين لئلا يملونا، وفي الحديث الشريف زر غباً تزداد حباً. قالت فمن من الجيران تحب أن أسمح لهن بدخول بيتك ومن تكره؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم غير ذلك. ما قال سيئون، قال غير ذلك. قال ومضى علي عام عدت فيه إلى البيت فإذا أم زوجتي عندنا، حماته أجت لعنده بعد سنة، رحبت بها أجمل ترحيب، وكانت قد علمت من ابنتها أنها في أهناء حال. قالت لي يا أبا أمية كيف وجدت زوجتك؟ قلت والله هي خير زوجة. قالت يا أبا أمية ما أوتي الرجال شراً من المرأة المدللة فوق الحدود، فأدب ما شئت أن تؤدب وهذب ما شئت أن تهذب. ثم التفتت إلى ابنتها تأمرها بحسن السمع والطاعة، ومضى علي 20 عاماً لم أجد ما يعكر صفائي إلا ليلة واحدة كنت فيها أنا الظالم. والله يا أخوان أو يا أخوات كريمات، أحياناً يقول الشخص والله إلي عندي 20 سنة ما نمت يوم مرتاح. هون بالعكس 20 سنة ما انزعج منها بيوم. إذا البيت بيت في ود وفي محبة، بعدين دائماً كلامي دقيق عم أقوله، الحب يصنع بأيدينا. في مقولة شيطانية إنه بعد 2-3 سنين خلاص حياة روتينية مملة، هذا كلام الشياطين. لأنه الشيطان له مهمة واحدة، مهمة واحدة أن يفرق بين الزوجين، أن يكره الرجل بزوجته وأن يكره زوجته بزوجها، هي مهمته الأولى. فالمؤمنة الصادقة تقدم دلائل محبتها لزوجها وتعبر عن ذلك. يعني في شخص ما بينطق بكلمة بالبيت ولا بكلمة لطيفة، هذا في خطأ كبير. أنا في موضوع اسمه أسباب الشقاق الزوجي، أيام الحديث في البيت يعمل مودة، أن يستمع الإنسان لزوجته
يعمل مودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام تسأله السيدة عائشة: كيف حبك لي؟ بتحبني؟ قال لها: كعقدة الحبل، عقدة ما عم تنفك. تسأله من حين لآخر: كيف العقدة؟ يقول: على حالها. فعلى أنه كان نبي هذه الأمة وأكبر داعية في العالم، كان زوج ناجح. مرة وكان يستمع إلى زوجته حدثته عن أبي زرع وعن أم زرع، وكانا زوجين مثاليين، لكن تأسفت أشد الأسف حينما قالت له إنه طلقها في النهاية. فقال: أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. أنا لك كأبي زرع لأم زرع، غير أني لا أطلقك. فلذلك أنا الذي أتمناه أن كل أخت كريمة تراجع حساباتها مع ربها. يجب أن تكون المودة بينها وبين زوجها في أعلى مستوى، تصنع هي ذلك بنفسها ويصنع هو ذلك بنفسه. هذه زوجة شريح التي قالت: إن أسوأ خلقاً منك من حاجك لسوء الخلق إنسان فقيها. أيتها الأخوات الكريمات، يعني أنا بشوف العبادة الأولى للمرأة الأولى، بقول لك أنا ما بنحبس بالبيت، هذا الطيارة اللي عنده 600 راكب قاعد بغرفة صغيرة بكابينة القيادة، محبوس بالكابينة، لما سلامة 600 راكب بإيده. فلما المرأة بتشوف إنه بيتها جنة وبيتها مكان تربية أولادها، ما بتقول أنا محبوسة بالبيت، بالعكس هي طليقة، لكن أعلى شهادة تملكها المرأة تربية أولادها. أسأل الله التوفيق والنجاح لي ولكن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.